على كلمة الرئيس السيسي النهاردة في قمة مانديلا للسلام. بينضم لي عبر الهاتف الدكتور أشرف سينجر، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بورسعيد. يا أهلا وسهلا بك يا دكتور أشرف، مشرفني في الحياة في مصر. أهلا وسهلا فندم. أهلا بك. قراءتك النهاردة لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان بيتكلم على الوضع اللي بتعاني فيه أفريقيا، وبالتحديد قال إن في خلل في آليات التعاون الدولي أفرز الواقع اللي بنعيشه حاليا في القارة الأفريقية اللي اتظلمت على مدار عشرات السنين. طبعا كلمة دقيقة للرئيس السيسي. النقطة المهمة هو أن النظام الدولي لا يحكمه قوة واحدة تستطيع أن تأمر الدول، لأن الدول لها سيادتها، لكن القارة الأفريقية تقع الآن ومنذ قديم الزمن أيضا بين رحى قوة كبرى، كل منها لها مصالحها في القارة الأفريقية الممتلئة بكثير من الموارد، ولكن للأسف كثير من النزاعات وعدم عقلانية شعوبها في حل النزاعات بطريقة مسلحة دفع طبعا هذه الدول أن تقع فريسة لكثير من المشاكل والصراعات. الرئيس السيسي كجزء من القارة الأفريقية، مصر دولة محورية كبيرة لها رؤيتها في القارة الأفريقية منذ قديم الزمن، سياسة خارجية نشطة في أفريقيا، تتحمل مسؤوليات تجاه هذه القارة، تجاه مشاكلها، وبالتالي كلمة الرئيس كانت واضحة بأن يجب سعي على دعم أجندة الأمم المتحدة في الدورة 73 وفي قمة نيلسون مانديلا التي ستستمر 9 سنوات، تبدأ من 19 إلى 2028، فترة السلام في القارة الأفريقية، بضرورة دعم قوات حفظ السلام، إعادة صياغة الإعلان السياسي والدعم الاستراتيجي للقارة الأفريقية. هذا أمر مهم ومحترم من دولة كبرى في القارة الأفريقية، دولة مصر. ولما نتكلم على حفظ السلام، فمصر من كبرى الدول اللي بتشارك في عمليات حفظ السلام، من العشر دول الكبار في دفع قوات من أجل حفظ السلام، لأننا في الأساس دولة لا نتعدى على الآخر، إحنا بندافع فقط عن أرضنا، ونفس المبدأ ده بنأيده في أي دولة موجودة في القارة الأفريقية أو في غير القارة الأفريقية، بنتكلم على حفظ السلام أينما تواجدت النزاعات. لفت نظري برضو، اتفضل يا فندم. ده كلام محترم من حضرتك اشرت اليه، هو فعلا مصر رؤيتها دائما تعتمد على السلام بانها سياسه دفاعيه وليست سياسه هجوميه، وكل مقدرات الدوله المصريه بكافه منطلقاتها في السياسه الخارجيه تدعم على هذا المبدا وهذا المنطق، لانه منطق اصيل في عمق وقلب السياسه المصريه. طيب، آليات التعاون الدولي او مواجهه اللي بيحتاجه النظام العالمي من تطوير، هل ممكن نتكلم على تطوير مجلس الأمن مثلا؟ هل من الممكن أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تطرح هذا الأمر، كون أن في 5 أعضاء فقط من لهم حق الفيتو فقط على مدار عشرات السنين؟ هل بنحتاج لتطوير؟ إحنا الآن في 2018، القرن 21. ده سؤال مهم، وهو سؤال يعبر عن جدل كبير داخل أرواح الأمم المتحدة منذ عشرات السنين أيضا، لأن البرازيل دولة كبيرة، الهند، ولهم متطلبات في إعادة هيكلة الأمم المتحدة. الدول الكبيرة التي تدفع للأمم المتحدة كي تؤدي مهامها، والآن المواطن المتحدة بكل أجهزتها تحتاج إلى تمويل، والدول الكبار والدول الكبرى تمويلهم مهم ومؤثر، ولكن إذا الأمم المتحدة لم تلبي رغبات دولة كأمريكا أو دولة كروسيا فإنهم يمتنعوا بالتأكيد عن تقديم هذا الدعم، وبالتالي دولة مصر ودول كبيرة تطلب في أن يكون هناك تصور لإعادة صياغة تشكيل مجلس الأمن، ولكن لا أفيك سرا هذا أمرا صعبا للغاية، لأن الدول الكبار ما زالوا كبارا والمصالح تتصالح كما يقول العامة، ولكن هذا أمر مطروح بين أروقة الأمم المتحدة وبين كثير من دولها كي تستطيع الدول النامية أن تحجز مكانا لتصويت في قرارات مهمة ومحترمة تمس النظام الدولي وتمس السلام والأمن العالمي. جزيل الشكر دكتور أشرف سينجر، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بورسعيد، شكرا جزيلا يا فندم.